نفضل طريقة كيفية تغيير رقم الهاتف على تطبيقكم كريم. قم بالضغط هنا على تطبيق كريم، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على المعلومات الشخصية. هنا سوف نقوم بإيجاد رقم الهاتف، سوف نقوم بالضغط هنا عليه. هنا سوف يمكنك كتابة رقم الهاتف جديد خاص بك. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التحديد. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.